غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر تغير المناخ كوب 28. ولدى وصول سيادته مدينة دبي كان في استقبال سيادته الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي. هذا وعقب وصول سيادته مدينة دبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته السيدة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكدت السيدة جورجيفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة.